إن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث المرور لها أكثر من وجه، مثل الخسائر المادية التي تنتج عن الحوادث المرورية وتصيب المنشآت العامة، أو الأضرار الاقتصادية الواقعة على المتسبب بالحادث أو المجني عليه، وكذلك تكاليف الأجهزة الرسمية للدولة التي يصرف عليها من الميزانية العامة. هذا إضافة لتكاليف رأس المال البشري والطاقة الإنتاجية للمصاب بالحادث، وتعطل هذه الطاقة الإنتاجية خلال فترة تعطيل المصاب عن العمل، مضافا إلى ذلك مبالغ التأمين المدفوع من العجز المؤقت والدائم للإصابات المرورية والتعويضات المدفوعة للحوادث المادية والبشرية، ناهيك عن تكلفة التعليم والولادة والتكلفة السيكولوجية وتكلفة فقدان الإنتاجية. هذه العوامل والأمور التي قد لا ينظر لها الكثيرون بمنظار الجدية والواقعية هي في حقيقتها تكلف الدولة مبالغ وأرقام هائلة، قدرت عام 1986 ب 128 مليون و 700 ألف دينار تقريبا. لو جمعنا هذه الملايين الطائلة والتي تخسرها الميزانية العامة كل عام نتيجة الحوادث المرورية على مدى 10 سنوات، لظهر الناتج رقما مهولا يزيد على 1250 مليون دينار. وبهذا المبلغ يمكن أن ننشئ 1000 مدرسة تقريبا، أو حوالي 85 مستشفى سعة 400 سرير، أو نبني قرابة 24 ألف بيت حكومي. إذن حجم المشكلة المرورية في الكويت على مدى 10 سنوات هو 21 ألف مصاب تقريبا، و4500 قتيل تقريبا، و1250 مليون دينار. مصابون معاقون يقضون بقية أعمارهم ينظرون للحياة بحسرة ودمعة، وقتلى وأراهم الثرى وبكت وتبكي قلوب ذويهم، وأموال طائلة تتبخر في الهواء وتضيع. هذا هو حجم المشكلة المرورية عندنا، فمن يرضى بهذا الوضع المأساوي؟ وإذا كنا كدولة نسير على خطى الحضارة والتمدين والتقدم، فإن هذا الحجم الهائل من الخسائر المالية والبشرية كفيل بأن يعطل عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الكويت. ليس عيبا بعد كل ما سمعنا ورأينا أن نعترف بأن هناك مشكلة مرورية، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا، هل من مخرج لهذه الأزمة الشائكة؟ نعم، هناك مخرج، فالعلم لا يترك أزمة دون مخرج ولا مشكلة دون حل، وهذا هو ما تحاول مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومن خلال هذا الفيلم الوثائقي أن تتصدى له من خلال تبنيها لهذا العمل التوثيقي العلمي الهام. طبيعي أن تكون الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية هي الجهة المختصة والمسؤولة عن العملية المرورية في الكويت، تساعدها أجهزة أخرى كالإدارة العامة لاتصالات الشرطة والنجدة والمحافظات الخمس بقواها الآلية والبشرية. يبلغ حجم القوة البشرية قرابة 5500 فرد من ضباط وضباط صف وأفراد، جهزوا علميا وميدانيا ومزودون بقرابة 1300 مركبة دورية حديثة. ومن ضمن صلاحيات هذه القوة جميع ما يختص بقضايا المرور في شوارع الكويت. إذن أين يكمن الخلل الذي ندفع ثمنه كل يوم في شوارعنا؟ أين يكمن الخلل؟ خلل واضح، خذ سيارتك نص ساعة في الشارع وانت تشوف وين الخلل. قصور واضح في أداء الجهاز الرقابي المسؤول عن الشارع وعلى رأسه الإدارة العامة للمرور. شوف العالم تغير حارة من حارة لحارة، اللي ياخذ من أقصى اليمين لأقصى اليسار، اللي ما يدق إشارة، اللي يطوف الإشارة. تخطيط الشوارع على سبيل المثال، تلقى بعض الشوارع 3 حارات ورأسا تتغير 3 حارات إلى حارتين، هاي توهق السائق بالحقيقة. السرعة الزايدة،
عدم التزام السائقين بإشارات بعضهم البعض، تغيير الحارات المرورية بدون تهيئة بدون إشارة. هناك الخدمات الموجودة في الشوارع مثلا التلفونات ومحطات الكهرباء تلقى في دور مدارها في كنكري، وهذا خطر على السيارات. لو سيارة تطلع من الشارع وتضرب بالكنكري تنعدم. انحراف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين والعكس، عدم وجود مواقف للباصات، عدم معرفة لمن أولوية المرور في التقاطعات، علامات مرورية خاطئة، سرعات مو مدروسة. حدود السرعة بالكويت أكثر من 120 ما يصير، ومع ذلك نلاحظ سيارات تقريباً كل يوم تمشي في كل الشوارع تقريباً، الشوارع خصوصاً الرئيسية والشارع اللي يسمونه السريع. هو تسمية سريع خطأ أصلاً. فتحات دوران في الشوارع موجودة في أماكن خاطئة، الوقوف في محل ممنوع الوقوف، السير على كتف الطريق، مداخل ومخارج مو مضبوطة، مشكلات سيارة الإجرة البرتقالية والوانيتات يوقفون بدون أي إشارة. الحارات عندنا في شوارعنا بالكويت ما لها أي أهمية ولا فيها أي التزام بالقوانين الموضوعة لها. تلقى اللي في الحارة اليسار يمشي بسرعة بطيئة جداً، واللي بالحارة اليمين مفتلت حده. الأشخاص هذين لو بتشوفهم الدول الأوروبية تلقاهم ملتزمين جداً في النظام وفي القوانين وفي كل حارة وسرعتها. وأنا في رأيي إن هالشيء هذا دليل واضح بالقصور الجهاز الرقابي. طبعاً المسببات اللي تراها الأخوان احتمال يكون منها شيء صحيح، احتمال يكون منها شيء غير صحيح. والأخوان نسوا إن هناك جوانب أخرى، جانب التربوي وجانب الهندسي. بالنسبة لإدارة عامة المرور طبعاً عندها خطة، والخطة هذه تحتاج إلى دراسة، ولا أعتقد أن نقدر إحنا نحل مشكلة مرور في يوم أو يومين، يمكن تحتاج إلى أشهر أو إلى سنوات. It's educational, I think. Here there is no teaching of traffic awareness in the schools here except in kindergarten. This isn't enough. What they need to do is to put children through this, to give them a second nature, so driving becomes like walking. We do that in Denmark. لا شك أن التربية دور كبير وفعال في التصدي للمشكلة المرورية والعمل على حلها، وقد يكون ذلك من خلال إدخال مادة التربية المرورية ضمن المناهج الدراسية المقررة على طلاب وطالبات المدارس العامة في الكويت. وقد يتضمن هذا البرنامج الجوانب النظرية والعملية، وهذا النظام معمول به في كثير من دول العالم وأدى إلى نتائج إيجابية. ونحن نتكلم عن هذا الموضوع لا ننسى أن الدراسات الميدانية والبحوث التي أعدت خصيصا لهذا الموضوع أوجدت أن النسبة الأكبر من المتسببين والمتضررين من الحوادث المرورية هم من فئة الشباب. وعليه أجد أن هناك جهات متعددة يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة، ولعل من أهم هذه الجهات هي شركات التأمين. أنا أتفق مع هذا الرأي. لو شركات التأمين تأخذ بعين الاعتبار عامل السن ونوعية السيارة وخبرة السائق كان خفت المشكلة المرورية عندنا بالبلد. بصراحة حنا نأيد هذه الفكرة، وعكس ما يعتقد الجميع بأن حنا ضد الفكرة هذه، ولكن العملية محتاجة إلى تنسيق مع وزارة الداخلية. لا شيء من معظم الشركات العالمية والنظم العالمية مطبقة فيها هذا النظام. مع تطور العلم والتكنولوجيا ظهرت عناصر أمان ذاتية تحمي السائق في حالة حدوث الحادثة وتقلل أضرارها أو خطورتها. من هذه العوامل نظام الشاصي، نوعية الحديد، نوعية الجزاز، سكان الدشبول، نظام الكوابح الـ ABS، نظام الإيرباك. بس اللي أنا ملاحظة في كثير من السيارات تدخل البلد ما تحمل هذه الشروط أو هذه الأنظمة، فأتساءل كيف سيارات شكل هذه تدخل البلد؟ والله إحنا ما لنا شغل، إحنا تجار نجيب سياراتنا حسب المواصفات اللي حطتها الحكومة واللي هي مواصفات الخليجية. مواصفات خليجية؟ شنو المواصفات الخليجية؟ لكثرة الحوادث المميتة والتي تكون ضحاياها ناس أبرياء في من جراء الحادث، وسبب ذلك المركبة ونوعية المركبة. هنا بدأت فكرة المواصفات الخليجية، وبدأت تستدعى شركات الصانعة لهذه السيارات وتبحث معها مواضيع ما هي
نوعية السيارة والمواصفات الموضوعة، وأخذت من جميع هذه المواصفات بعض المواصفات التي تهم دول المنطقة، وأخذت بعين الاعتبار واعتبرتها مواصفات خليجية فنية تابعة لدول مجلس التعاون. لو الناس استخدمت الباصات كان خفت عندنا الزحمة بالكويت. هناك ثلاث أسباب أدت إلى عزوف الناس عن ارتياد وسائط النقل العام. سبب اقتصادي ويتعلق بسهولة شراء السيارة في المجتمع الكويتي، وسبب اجتماعي ويتعلق بالنظرة المتدنية لمستخدمي وسائط النقل العام وارتباطه بطبقة معينة، وكذلك قياب الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية البارزة عن استخدام هذه الوسائط. والسبب الثالث قد يتعلق بمدى تكامل وفعالية شبكات النقل العام. من ناحية فعالية وتكامل شبكة خطوط النقل العام في الكويت فهي متكاملة وفعالة بحكم الدراسة التي تقول بأن ما نسبته 95% من مناطق هذا الكويت تغطيها وتخدمها هذه الشبكة، وتسير هذه الحافلات بصورة منتظمة وبكثافة عالية، وتتميز بوجود تكييف في فصل الصيف. وإذا كان هناك قصور فالقصور ينحصر في أماكن انتظار الركاب وحارات وقوف الباصات، وسنقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة هذه وحل هذه المشاكل بأقرب فرصة ممكنة. أنا باعتقادي عدم وجود نظام تحويل الطرق الرئيسية في اتجاه واحد في ساعات الذروة المرورية سبب في وجود المشكلة، لكن ينبغي أن نتساءل هل طرقنا مهيئة هندسياً لاستيعاب ذلك النظام؟ لا، طرقنا لم تصمم لاستخدام هذا النوع من النظام، ومن أهم أسباب ذلك أن الطرق صممت ونفذت على طرق قائمة وتحتوي على تقاطعات جعل من الصعوبة تطبيق هذا النظام. زين، ما عليه، هذا كان في الماضي، لكن في الوقت الحاضر هل هناك إمكانية لتحويل بعض الطرق لهذا النظام؟ أيضاً لا، بسبب وجود الحواجز الخرسانية على الطرق السريعة والزحمة الحالية على التقاطعات يجعل من الصعوبة استخدام هذا النوع من النظام، ولكن يمكن استخدامه على طرق رئيسية أخرى، والاستخدام لابد معرفة مدى قناعة الإدارة العامة للمرور، القناعة الفنية بهذا النوع من النظام والقدرة على التحكم فيه. هناك قناعة مبدئية لدى الإدارة العامة للمرور لتنفيذ اقتراح نظام الطرق ذات الاتجاه الواحد أو ما يعرف بالريفيرسابل ستريت بعد عمل دراسة متأنية لمستلزمات هذا النظام. من مستلزمات هذا النظام توفير الكادر المروري المؤهل وتوفير أمور السلامة وبعض الأمور الفنية الأخرى، ونرى أنه في الوقت الحالي ممكن تطبيق هذا النظام في شارع الخليج العربي أو شارع القاهرة، إلا أن لنجاح هذا النظام نرى أنه يمكن التأني بعض الشيء بعد استكمال شبكة الطرق داخل المدينة لتسريب الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية عند نهاية هذه الطرق.